حق المركزي حق الخضار. نفدت الكمية وباتت السلال المليئة فارغة على صورتها الأخيرة، لكن نادرا ما يجد الباعة وقتا لتسويق موادهم الغذائية في ظل الحرب والحصار وإيجاد طريق للوصول إلى وسط مدينة تعز، وهو ما يضاعف من معاناة السكان والأسواق التي تشهد تراجعا ملحوظا للمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية. استمرار القتال ضاعف من تردي الأوضاع كما ساهم من غياب الخدمات، وهو أيضا ما استدعى منظمة محلية إلى إصدار تقرير مروع عن شهر نوفمبر محذرا عن وقوع كارثة إنسانية وشيكة في المحافظة. يلخص التقرير حالة المدينة خلال الشهر الماضي متحدثا عن الخسائر البشرية والمادية التي تسببت بها المعارك المستعرة، كما أدت إلى مقتل المدنيين وألحقت أضرارا بالمباني والممتلكات. المياه هو الكهرباء والنظافة لا تزال منقطعة عن المدينة، إلى جانب انعدام معظم الخدمات الصحية والأدوية وعدم وصول المنظمات الإغاثية والمانحة إلى المدينة منذ كسر الحصار جزئيا في المنفذ الغربي منتصف أغسطس الماضي، كما ينادي التقرير إلى سرعة إدخال المساعدة الإغاثية والإنسانية للمتضررين والنازحين. فضلت منظمة ائتلاف الإغاثة الإنسانية المحلية إطلاق تسمية بيانها بالنداء الثالث، لكنه ربما الأخير، إذ يحذر من وقوع مجاعة في تعز على غرار ما حدث في محافظة الحديدة، فالحياة في تعز لا تسير في ظل الحرب إلا من طرف واحد هي أخبار القتال، بينما ينعدم معها ما تبقى من مقومات العيش بسلام. فتذوق كوب من الشاي في مقهى متواضع وسط المدينة لم يعد بتلك الطريقة السهلة، فإلى جوار تعقد الحياة التي تسببت بها الحرب تراجع اهتمام الناس إلى الحفاظ على سلامتهم والحصول فقط على القوت الضروري الذي بات هو الآخر يوشك على الاختفاء ربما قريبا. أين الأكل؟ ما فيش إغاثة، ما فيش لابر ولا أي حاجة، لكن حاصروناش. إذن رحل نوفمبر بكل ثقله من المآسي المجعة في المحافظة، لكنه لم يشكل في مسيرة حرب الميليشيا سوى مفتتح آخر للكثير من الآلام التي ما تزال تنتظر أبناء هذه المحافظة المنكوبة.